الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو المذهب الذي يدعو إلى إقامة صلاة الجمعة فقط؟ الحمد لله الذي أعلمه أن هذا مذهب إبليس اللعين، نعوذ بالله عز وجل منه. هذا مذهب الأبالس والشياطين، وإلا فليس هناك مسلم فضلا عن كونه عالما، فضلا عن كونه ممن يقتدى به، يمكن أن يقول ذلك الكلام مطلقا. فليس هناك مذهب معتمد بين علماء المسلمين ولا قول منقول عن سلف هذه الأمة يجيز ترك الفرائض الخمس سائر الأسبوع إلا صلاة الجمعة، فهذا لا يجوز قوله ولا نسبته لأحد من علماء المسلمين، وإنما تصح نسبته عن إبليس اللعين. فهذا مذهب إبليس وليس بمذهب أحد من علماء المسلمين ولا أئمتهم، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل بترك الصلاة، فإن الصلاة ركن الدين الأعظم بعد الشهادتين. يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، في مواضع متعددة كثيرة من القرآن الكريم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن أو قال فرضهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل أو الكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والله أعلم.